قررت المحكمة الجنائية الدولية تأجيل إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، فيما أعلنت منظمة FDA لحقوق الإنسان أنها تقدمت للجنائية الدولية بثلاث شكاوى للمطالبة بفتح تحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في القطاع. كيف تفسر هذه الحالة بتأجيل مذكرتي الاعتقال سيد يحيى حرب بحق جالانت ونتنياهو؟ يعني صراحة نحن استبشرنا خيرا وتفاجأنا بموقف المحكمة الدولية. لم نكن نتصور أن هذه المؤسسة التي هي من مؤسسات التي أنتجتها يعني الهيمنة الأمريكية، المجتمع الدولي تهيمن على الإدارة الأمريكية من غير شك، ولكنها فعلا خطت خطوات إيجابية نسبة إلى فظاعة وفداحة ما يقوم به الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. ولكن هناك ضغوطات كبيرة ولا أعتقد أنها سر، يعني هناك ضغوطات تمارسها الحكومة البريطانية، هذه الحكومة هنا تمارس ضغوطات كبيرة على المدعي العام عدم إصدار مذكرات التوقيف وعلى المحكمة الدولية لتأجيل عقد الجلسات والانتظار أكثر فترة ممكنة، وهذه الضغوط طبعا ضغوط أمريكية وتهديدات أمريكية. نحن سمعنا التهديدات الأمريكية طبعا علنية هذه من مجلس النواب، من مجلس الشيوخ الأمريكي، من سيناتورات أمريكيين قالوا علنا بأنهم سيحاكمون سيحاولون النيل من عائلات القضاة، هددوا عائلات القضاة كأي إرهابيين. السيناتورات الأمريكيين هددوا كأي إرهابيين، هددوا نساء وأطفال بعض القضاة. إذن يمكن أن تكون هذه الضغوط، البلطجة الأمريكية والضغوط السرية التي تمارسها بريطانيا ودول أخرى، طبعا نحن يجب أن ننسى دول أخرى، لكن بريطانيا لأن لها تأثير أكبر على هذه المحكمة. نحن سمعنا مثلا حتى الرئيس الفرنسي اليوم متحمس لاستضافة نتنياهو أكثر من أي بلد آخر، متحمس، وقال له إذا لم تستضيفك واشنطن نحن مستعدون لاستضافتك وإلقاء خطابنا. يعني هذه المزايدات من رؤساء فاشلين وعاجزين، وماكرون هو في قمة هؤلاء العاجزين والفاشلين، والذي لم يعد يحكم بلده، مجلس نوابه ضده، انتخابات ضده، كل العالم أصبحت ضده، ومع هذا ما زالوا يزايدون لأنهم هم نتاج هذه العنصرية الصهيونية. فإذن يمكن يعني باختصار شديد يمكن أن تأجيل القرار هو بسبب هذه الضغوطات، ولكن بذريعة أن هناك الآن محاولات لإعادة تسيير الصفقة، وبالتالي إذا صدرت هذه القرارات قد تؤدي إلى نتائج عكسية. نعم، أشرك معي الدكتور عبد المجيد المراري رئيس منظمة FDA الدولية لحقوق الإنسان من بروكسل. أهلا بك دكتور عبد المجيد معنا. بداية لو تضعنا في صورة الشكوى التي تقدمتم بها اليوم للجنائية الدولية. نعم، تحية لك سيدتي ولضيفك ولمشاهدي القناة ستان. طبعا تأتي هذه الخطوه وهذه الاجراءات التي قمنا بها اليوم في اطار ما ابتدأناه منذ سنوات مع محكمه الجنايات الدوليه، وتأتي هذه الشكايات كرد على الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في حق سكان قطاع غزه. ادخلنا ثلاث شكايات الى السيد المدعي العام للجنائيه الدوليه. الاولى مرتبطه بمجزره نصيرات التي كانت في 8 يونيو، والتي راح ضحيتها 280 فلسطيني مدني أغلبيتهم أطفال، وكانت تحت إشراف رئيس أركان الإسرائيلي مباشرة، لذلك نحن طالبنا باعتقاله وطلبنا بإصدار مذكرة في حقه مباشرة، بالإضافة إلى الجرائم والانتهاكات الأخرى التي كانت في هذه المجزرة. الشكاية الثانية ارتبطت خصوصا بملف الدكتور عدنان البرش مدير مستشفى العودة، والذي اعتقل وعذب ومات نتيجة التعذيب وقتله خارج نطاق القضاء، وهو إخفاء قسري في البداية وغيرها من الانتهاكات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في إطار جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. ثم الملف أو الشكاية الثالثة، وهي شكاية كانت من بتوكيل من الدكتور محمد أبو سيمية، وتقدمنا باسمه وهو مدير مستشفى الشفاء، يعني الانتهاكات التي تعرض لها أثناء تعذيبه نتيجة التعذيب، وكذلك كشاهد على ما رآه من فظاعات تعذيب في حق عدد من المعتقلين هناك، فهو ضحية وهو شاهد في نفس الوقت، وقدمناه للمحكمة كضحية
لا تحتاج يحتاج السيد المدعي العام الى شهادته في الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في حق الاسرى الفلسطينيين. هذه ثلاث شكايات كلها قدمت بتوكيل من المعنيين بها. طيب كيف تتوقعون دكتور عبد المجيد رد المحكمة على ذلك؟ أعتقد المحكمة هي معنا المحكمة محرجة بثقل ما نقدمه من وثائق قانونية ومن توثيقات. الإشكال ليس في المحكمة، الإشكال في الضغوط التي تمارس المحكمة. اليوم فقط بعد خروجنا من المحكمة طلعت المحكمة ببيان تعلن فيه بأنها أخرت الإعلان عن المذكرات بناء على طلب ما يزيد عن 60 دولة تقريبا تقدمت بطلب التدخل في الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلها تطعن في كفاءة القضاة وتطعن في ولايتهم وتطعن في قرار 5 فبراير 2021 التي يعطي للادعاء العام حق التدخل وحق فتح التحقيق في الحالة في فلسطين. فبالتالي نحن في لسنا في مواجهة إسرائيل وحدها، ولكن نحن في مواجهة يعني مجموعة من الدول الكبرى والتي تزعمها الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هل يبدو واضحا أن المحكمة بعد تأجيل مذكرتي الاعتقال فعليا بدأت تستجيب لهذه الضغوطات؟ طبعا، لأن الدول الغالبية التي تدخلت من الدول هي دول أعضاء، فبالتالي هناك دخول هناك ضغط داخل الجمعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، وتدخلت في إطار يسمح فيه القانون طبعا، باعتبار لأن كلها استندت إلى المادة 103 بما فينا نحن كذلك تدخلنا في هذه الدعوة للرد على طلباتهم. فبالتالي الإشكال هو أن المحكمة ليس لها إلا أن تستجيب لهذه الضغوط وأن تؤجل البت في المذكرات إلى حين النظر في مضمون الطلبات التي تقدم بها هذه الدول. للأسف الشديد نحن في جوابنا على المذكرات بعض الدول اعتبرنا أن تدخلهم هو تدخل غير سليم، وأن ما يطلبونه من المحكمة هو غير قانوني على اعتبار أنه لا يدخل في اختصاصها وإنما يدخل في اختصاص محكمة العدل، لأنهم كلهم يستندون على اتفاقية أوسلو وعن عدم احترام السلطة الفلسطينية لاتفاق أوسلو. مسألة احترام اتفاقية من عدمها وخاصة اتفاقيات بينية لا يدخل، أنا أقول هذا دائما، لا يدخل في اختصاص محكمة الجهاد الدولية وإنما يدخل في اختصاص محكمة العدل. محكمة العدل الوحيدة التي يمكن أن تفصل بين الدول عند عدم احترام الاتفاقيات التي تربطها. أما محكمة الجنائية الدولية فمرجعيتها هي اتفاقية جنيف ونظام روما، هي قواعد القانون الدولي الإنساني وغيرها. أما الاتفاقيات البينية فمحكمة الجنائية الدولية هي غير معنية بها. طب هل تتوقع بناء على ذلك دكتور عبد المجيد أن تتراجع المحكمة عن ملاحقة نتنياهو وجالنت نهائيا؟ لا أظن ذلك، وإلا لما تقدمنا اليوم بهذه الشكاية. العكس تماما، نحن تقدمنا بهذه الشكاية كي نعزز مسعى محكمة الجنائية الدولية. نحن نفتح نافذة نجاة للمحكمة ونمد لها يدنا من أجل التعاون حتى نتجاوز هذه المرحلة العصيبة، مرحلة الضغط والترهيب والبرمجة التي تمارسها هذه الدول. نحن نقف إلى جانبها سندا، وأعلننا اليوم للمحكمة أنهم إلى جانبهم ما يزيد 2200 محامي ومحامية من مختلف دول العالم إلى جانبهم يدعمون مسعاهم في تحقيق العدالة. فبالتالي نتمنى لا يتراجعوا عن قرار المتابعة والمحاسبة. لن تتخلى المحكمة عن متابعة مجرمي الحرب، هذا ما تأكد لنا داخل محكمة الجنائية الدولية من عدد من المؤسسات داخل المحكمة أنها لن تتنازل عن تحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني مهما كان الأمر. تدخلت الدول أو لم تتدخل فإنها لن تتنازل عن ذلك. المذكرات ستصدر، مسألة وقت ليست إلا، حتى قبل أن يصدر المدعي العام تلك المذكرات كانت عليه ضغوط، فبالتالي طبيعي جدا أن تكون نفس الضغوط تمارس على قضاة المحكمة. شكرا جزيلا لك دكتور عبد المجيد المراري رئيس منظمة FD الدولية لحقوق الإنسان من بروكسل على هذه المشاركة والمعلومات. سيد يحيى حرب، إلى أي مدى أثبتت الحرب على غزة أن إسرائيل يراد لها فعليا أن تكون فوق المحاسبة القانونية الأممية الدولية؟ للأسف الشديد هذا استنتاج حقيقي. الكيان الإسرائيلي هو يتصرف على أساس أنه فوق القوانين، وبعض الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الدول الكبرى يتعاملون معه على هذا الأساس. الدولة الوحيدة ربما التي تستطيع أن تمزق وثيقة الأمم المتحدة تمزقها علنا أمام الناس في الأمم المتحدة، هذا مندوب إسرائيل فعل ذلك. إسرائيل عندما أصدرت قرارها المحكمة الدولية، نتنياهو قال بأنه لا يساوي الورق الذي كتب عليه ونحن لا نهتم لهذه المحكمة، والمحكمة الدولية هي أحد أذرع الأمم المتحدة، يعني هي ليست مؤسسة خاصة، هي مؤسسة دولية وأنشأتها الأمم المتحدة.
نتنياهو يصدر قرار في مجلس الأمن، حتى في مجلس الأمن هو أعلى سلطة فيما يسمى المجتمع الدولي، ولا يهتم نتنياهو وحكومته لهذا القرار ولا أي شيء. حقيقة يعني هذا الكيان، يعني آسف أن أقول، هو فقد الشرف، فقد شرفه. وعندما يفقد الإنسان شرفه لم يعد، يعني ليس هناك أي شيء يأسف عليه بعد الآن. هذا النظام، هذا نتنياهو وهذه الحكومة كأنها يعني أي امرأة، والآسف للتشبيه، فقد شرفها وبالتالي لم تعد تسأل عن شيء، أو كأنه مدمن مخدرات وأعلن أنه مدمن مخدرات، فعلى ماذا يخاف؟ لم يعد يخاف من أي شيء. اليوم هو لا يحسب حساب لأي شيء، لا للمجتمع الدولي، لا للمظاهرات في المجتمع الدولي، لا لتغير الرأي العام، لا لي كما ترين، يعني حتى قبضة الصهيونية في العالم لم تعد قوية كما كانت، أصبحت ضعيفة جدا. التهديد باللاسامية أو بمعاداة السامية، هذه أصبح وراء ظهور الناس، لم يعد يكترث بها أحد. العالم تحدث علنا وتحداهم علنا على كل صعيد. هناك الكثير من الدول التي أعلنت بأنها يعني كل هذه الأساليب الصهيونية أصبحت وراءنا، ولكن إسرائيل، يعني هذا الكيان، هذه الحكومة، بعد أن خسرت كل شيء لم تعد تهتم لأي شيء إلا بالدعم الأمريكي، وما زالت تحظى بالدعم الأمريكي، فهي مستعدة لتواجه أي أحد.